بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله يا إخوان في مقطع جديد من مقاطع لعبة وور فريم. إن شاء الله يا إخوان في هذا المقطع أو من الآن راح نبدأ سلسلة جديدة يا إخوان في هذه اللعبة. طبعا السلسلة هذه بتكون من نوع مختلف، ممكن إن إحنا ما قد شرحناها قبل كده عندنا في القناة، وهي التعامل مع المودات أو البطاقات اللي تحصل عليها في المهمات، سواء من المهمات أو التفريم عليها عن طريق الارت أو المهمات السرية وغيرها، تمام؟ أيا كان، المهم إنه الكلام راح يكون عن البطاقات. اللي أبغاك تفهمه إنه الكثير من الناس عندي في القناة المتابعين في تويتر أو في القناة يستفسروا عن المودات، المودات كيف نسوي أسلحتنا، كيف نسوي شخصياتنا، كيف نقويها، إحنا مثلاً نواجه صعوبة إلى آخره من هذا الكلام. فاليوم خلاص إحنا راح نحل المشكلة هذه بإذن الله عز وجل، بحيث إنك تعرف تتعامل مع المودات سواء للشخصية أو الأسلحة الخاصة فيك. لكن أبغاك تفهم من الآن، أقول لك إنه أنا ما راح أسوي لك بيلد معين، أنا راح أشرح لك المودات اللي أقدر أشرحها، لأن المودات كثيرة جدا. فعشان كده أنا راح أشرح لك الشيء المهم والأكثر استخداما في جميع الأشياء اللي تحتاجها في لعبة وورفريم. فعشان كده الدرس هذا راح يكون مجزأ لثلاثة أجزاء. الجزء الأول راح يكون للشخصيات فقط، الجزء الثاني راح يكون للأسلحة اللي هي الأسلحة البرايمري والسكندري اللي هي الرشاش، شاتجن، سنايبر، فرد أو المسدس العادي، تمام؟ هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث راح يكون للميلي أو اللي هو السيف اللي راح تستخدمه في القتال. فعشان كده السلسلة هذه ممكن إنها تكون مقسمة إلى ثلاثة أقسام لك مجزأة، فأنا راح أحرص إني أطرح لك أهم الأشياء اللي تحتاجها الآن في الشخصيات فقط، لكن ما راح أشرح لك كيف تسوي البيلد أو ليش تسوي المود هذا أو إنك تشيل المود هذا. أنا بشرح لك الوظيفة للمودات، بعد كده أنت راح تزبط بلدك حسب الطريقة اللي نشرحها في هذا الدرس بإذن الله عز وجل. طبعا قبل كل شيء زي ما أنتم شايفين عندي، هذه هي الشخصية إكسكاليبر العادية، يعني هذه أول شخصية تكون للمبتدئين، فأنا اخترتها ورشحتها عشان أشرح عليها عشان المبتدئ يعرف كيف يتصرف، والمحترف يكون عنده معلومات ممكن يقدر يدعمنا فيها أسفل الفيديو. وزي ما قلت أنا ما أعلمك كيف تصنع البلد، أنا أعلمك المودات فقط. طبعا لما تدخل على الشخصية راح تلقى مجموعة من الأشياء أمامك اللي هي البطاقات، خانة البطاقات، وعندنا هنا خانة مميزة عليها زي العلامة زي ما أنتم شايفين، وفي تقريبا بتكون عندك العلامة هذه موجودة في بدايتك في اللعبة، إذا كنت مبتدئ في اللعبة تقريبا ما فيها إلا هذه الفورمة، والباقي أتوقع أن أنا اللي مركبه، أو عندك فورمتين هذه وهذه أتوقع، وهذه الثلاثة أنا اللي مركبها، تمام؟ فأنت لازم تعرف إنه البطاقات في بعضها تسمى الأورا، هذه اسمها الأورا، العلامة هذه اللي فوق دائما هنا تركب بطاقات الأورا فقط. وثاني شيء عندك اللي هي العلامات اللي موجودة بالأسفل هذه، هذه علامات خاصة باللي هي الفورما، تمام؟ كل ما تركب فورما تحط علامة معينة وظيفتها إنها تشيل لك النص الحجم الخاص بالبطاقة. يعني مثلا البطاقة هذه عندي، مثلا خلينا نشوف بطاقة عشان نقدر نشرح عليها، على سبيل المثال هذه البطاقة، ركز معي وافهم لأن هذا الشيء يساعدك كثير. الحين عندي هذه البطاقة على سبيل المثال، لاحظ كم المكتوب بالرقم في الأعلى، مكتوب 16، يعني هذه أساسا تشيل 16 خانة، وعندي فوق هنا 60 من 60، فلو ركبت هذه البطاقة لاحظ قديش يبقى عندي فوق، لاحظ أنه الآن بقى عندي 44 من 60، فبالتالي خصمت من 60 هذه كاملة 16 خانة اللي هي هذه، تمام؟ لكن لما أركبها في الفورمة الخاصة فيها راح تأخذ نصف العدد. ركز الآن، شايف كيف أخذت 8 فقط بدل ما تأخذ 16، شايفين كيف؟ وبالتالي هنا عندي 52 من 60. هذه المعلومة الأولى في البطاقات، فأنت لازم تعرف أن البطاقات لها رموز تقدر تفيدك بالنسبة لتنسيق البلد اللي أنت تستخدمه. وإذا كانت الرموز هذه مهما موجودة وإنت تحتاج بطاقة معينة لازم تركب لها الفورمة الخاصة بنفس البطاقة، واضح؟ هذه انتهينا منها. الشغلة الثانية بعد ما تعرف ان انواع البطاقات، في عندنا هنا نوع ثاني، هذا النوع ما راح يشتغل عندك الا بالقطعة هذه، راح احط لك الان صورة القطعة. القطعة هذه اما انك تحصل عليها عن طريق 20 بلاتينيوم، او انك تحصل عليها عن طريق الشخصية اللي تطلب منك مهمات التصوير او السورتي او مهمات القبضات وغيرها من مهمات الالارت، وهذه مشروحة في دليل المبتدئين الأول، يعني ما يحتاج أن أشرحها مرة ثانية. اللي مو عارف كيف طريقة أنه يفتح هذه الخانة يشوف دليل المبتدئين الأول، تمام؟ هذه الآن بالنسبة لخانات البطاقات يا إخوان.
الشغل اللي بعدها عندنا هنا مجموعة من الاختيارات، هذه هي أهم حاجة في درسنا اليوم. الشيء اللي أمامك هنا هو أهم شيء في درسنا، أبغاك تركز وتفهم الشيء اللي أبغى أقول لك، تمام؟ أنا راح أقسم لك الشيء اللي أمامك إلى قسمين، القسم الأول يبدأ من هنا من عند سبرينت سبيد وأعلى، والقسم الثاني يبدأ من عند الدريشن وأسفل. فركز معايا وشوف اللي يهمنا فوق من عند سبرينت سبيد وفوق، هذا شيء يختص بقوة شخصيتك في التحمل. قوة شخصيتك في التحمل يعني كيف؟ يعني إذا كان الدمج عليك عالي وانت ما انت مهتم في المنطقة اللي فوق بتموت بسرعة، وإذا كان انت مهتم باللي فوق حتى لو كان الدمج عليك عالي راح تكون تقدر تصمد أمام الإنمي فترة أطول، فبالتالي تقدر تقتله. أما القسم الثاني هذا خاص بمهاراتك القتالية الموجودة في الشخصية اللي هي مهارة الإكس والمربع والدائرة والمثلث، فهذا هو الشيء اللي مختص فيها اللي بالأسفل، لكن قلنا اللي فوق اللي هو الدفاعات الخاصة بالشخصية وقوة الشخصية، تمام؟ وهنا قوة المهارات اللي تستخدمها في الشخصية، فخلونا نبدأ فيها واحدة واحدة. جاهزين؟ طيب أول شيء عندنا اللي هو الأرمر. الأرمر خلينا أفسرها لك مثلا بطريقة سهلة للمبتدئين، خلينا نقول مثلا قوة تحمل عضلاتك، تمام؟ ممكن المسمى هذا ما يعجب بعض الناس، لكن خلينا نقولها زي كذا، نقول مثلا قوة تحمل عضلاتك. يعني مثلا لو تكون عضلاتك ضعيفة وواحد يطلق عليك رصاص، أكيد أن الطلقة بتخترق العضلة وتقطعها وتتعدى، تمام؟ لكن لما تكون عضلتك قوية فتلقى الطلقة ما تقدر تخترق العضلة، فبالتالي يكون عندك تحمل للهجوم اللي راح يجيك. فهذا هو أنا أسميه الأرمر، تقريبا هذا أكبر تشبيه أقدر أشبه فيه، فما أدري يعني إن شاء الله تكون وضحت، فما أدري إن شاء الله تكون وضحت، تمام؟ الشيء الثاني عندنا هذا الإنرجي اللي هي الطاقة اللي أنت تقدر تستخدمها، اللي هي طاقة المهارات. يعني هذه المهارات ما تقدر تستخدمها إلا إذا كان عندك حجم هائل من الإنرجي، فبالتالي تقدر تشغل جميع المهارات، لكن إذا كان عندك هذا قليل ممكن تشغل مهارة مهارتين بعدين ما عاد تقدر تستخدمها نهائيا، تمام؟ اللي بعده الهيلث، هذا معروف، الدم اللي هو إذا كان دمك كثير راح تصمد أكثر، وإذا كان دمك قليل راح تموت بسرعة. بعد كذا اللي هو الشيلد، الشيلد هذا راح أوضح الآن عشان الناس تميز بينه وبين الأرمر لأنه كثيرين يلخبطوا فيه. الحين الشيلد لاحظ فوق في اليمين مكتوب 300 باللون الأزرق وجنبه 300 باللون الأحمر فوق في اليمين. الشيلد هذا هو اللون الأزرق، كل ما ترفعه كل ما يكون عندك تحمل أكثر، يعني إذا كان هاجم عليك أي واحد فيبدأ ينقص عندك الشيلد حتى يخلص بعدين يبدأ ينقص عندك الدم. فالشيلد هذا هو الشيلد اللي فوق مكتوب بالأعلى. فالشيلد يختلف عن الأرمر يا أخوان، لازم تفهم الشيء هذا. الأرمر قلنا قوة التحمل، أما الشيلد اللي هو الحماية الأولى لشخصيتك حاليا، تمام؟ بعد كده يقول لك هذا سبرينت سبيد، هذه سرعة حركتك إذا كان تجري بسرعة أو إنك تجري بشويش. يعني خلينا نقول سبرينت سبيد، خلينا نتكلم عن السرعة سواء في القفز أو في الحركة العادية، تمام؟ أهم شيء إنك لازم تفهم إن هذا هو الحركة الخاصة بالشخصية. فراح أوقف الآن عن المهارات وأبدأ أشرح المودات الخاصة بهذه الاختيارات. خلونا نبدأ. أول شيء عندنا قلنا الأورا. الأورا اللي هي هنا تتركب، دائما الأورا بتكون علامتها نفس العلامة، شوف شكلها دائري فوق بالأعلى، فبالتالي تيجي هنا القسم هذا اللي اسمه الأورا، شايفه؟ هذا القسم، هذه هي كل مودات الأورا تلقاها هنا، طبعا مو كلها عندي لكن هذه أغلبها، تمام؟ مودات الأورا يا أخوان وظيفتها في البداية، وظيفة هذه المودات تأثر عليك وتأثر على فريقك. يعني إذا كان عندك ميزة ممتازة في الأورا جميع فريقك اللي معك يستفيدوا منها، فهمتوا علي؟ مثلا عندنا هذه الأورا اللي هي إنرجي سيفون. إنرجي هذه الحين أبغاك تشوف معايا، ركز عشان تعرف إيش وظيفتها. أنا راح أشرح بشكل مختصر يا أخوان عشان الفيديو راح يكون طويل لو بالغت. الحين عندي، خلونا مثلا نشغل، طيب لاحظ الآن عندي الخط الأبيض بالأسفل، شايفه؟ مكتوب عليه صفر. الصفر هذا معناته أنه ما عاد عندي طاقة نهائيا، تمام؟ ما أقدر أشغل أي مهارة، لو أضغط مربع دائرة إكس ما في أي شيء نهائيا. فبالتالي الحين لما أستخدم الأورا، خلنا نركب مثلا اللي هي إنرجي سيفون اللي هي هذه الأورا، ركبها هنا، لاحظ الحين إيش اللي راح يصير لما أشغل أي مهارة. شوف الحين وصل عندي 100، شوف تدريجيا يبدأ يزيد بنفسه، لاحظ بالأسفل صار 103 104
105 زي كذا، فهذه تفيدك انت وكذلك الفريق اللي موجود معك راح يزيد عنده تدريجيا، فهذا شيء ممتاز بحيث انك تدعم فريقك. يعني لو كان انت مثلا مركب نفس الاورا وزميلك مركب نفس الاورا راح تلاحظ ان الانرجي عندك انت وزميلك راح ترجع بشكل اسرع، فهذه ميزه لازم تعرفها. الشيء الثاني من ميزه الاورا يا اخوان، ميزه ممتازه جدا اللي هي ايش، انها تزود لك الخانات الموجوده بالاعلى هنا. لاحظ الان لو شلت الاورا كم صارت عندي هنا، 60 من 60، لكن لو رجعتها لاحظ الحين كم يصير عندي، يصير 67 من 67، فبالتالي صارت عندي 7 نقاط اقدر استفيد منها في الخانات الموجوده بالاسفل. وافضل الاورا، عشان انا بعطيك اللي هو يقول لك مثلا مبتدي ايش احسن شيء يقول لي انا استخدم، فانا بعطيك الاكثر استخداما والافضل في بدايتك في اللعبه اللي هي انرجي سيفون، هذه الاولى على الاطلاق تمام، فهي ممتازه جدا للناس المبتدئين بحيث انها ترفع له الانرجي باستمرار ويقدر يقاتل بحريه. الشغله الثانيه اللي هي كروسيف بروجكشن، هذه عشان تنقص نسبه الارمر عند الانمي فيصير دفاعه اضعف، واحنا قلنا الارمر هو قوه العضلات وقوه تحمل الدمج تمام، فبالتالي يكون دمجك عليه يكون اقوى بنسبه 30%، فبالتالي ليش، لانه ينقص عنده الارمر. ويفضل استخدام هذه ضد الجرينير او ضد الكوربتد الموجودين في كوكب البويد او الجرينير المعروفين، لكن اذا كان بتقاتل الاليين في مود ضدهم اللي هو هذا ينقص نسبه الشيلد بنسبه 24% زي ما انتم شايفين، فتقدر تستخدم هذا المود. هذه بالنسبه للثلاث المودات الاولى اللي راح اتكلم عنها. طبعا اذا سالتني ايش الافضل بينهم، انا بنصحك بانرجي سيفون في البدايه حتى تفهم بقيه الاورا الموجوده هنا. طبعا في بعض الاورا ممتازه، عندك هذا يزود الدم لنفسك يعني يرفع عندك نسبه الدم يصير دمك اكثر، وعندك هذه تهلث فريقك، يعني فريقك بدل ما تزود، انت لما تركب هذه بيزيد عنده الانرجي اللي هو الخط الابيض، لكن لما تركب هذه يزيد عندك الدم وعند فريقك يزيد عنده الدم، يعني اي واحد يدمج تلقائيا تلقى الدم حقه يرجع تدريجيا تمام، فهذا الشيء برضه ممتاز لك ولفريقك. اذا كانت تحب تقاتل بالاسلحه بكثره، يعني ما تقاتل بالمهاره مره بالاسلحه مره بالمهاره، لا تقاتل دائما بالسلاح، فهذا افضل اورا للسلاح الميلي اذا كانت تقاتل بالميلي، واذا كانت تقاتل بالشتغن هذه افضل اورا للشتغن، واذا كانت تقاتل بهذا البيستول فهذه افضل اورا للبيستول اللي هو الفرد العادي، واذا كانت تقاتل بالرايفل اللي هو الرشاش فهذه الاورا افضل اورا للناس اللي تستخدم الرشاش، وإذا سنايبر هذه أفضل أورا للسنايبر، بس لازم تعرف العلامة الخاصة فيها. لاحظ أن هذه العلامة تقريبا تشبه حرف الـ V وحرف الـ R تقريبا تمام، فأنت لازم تتأكد أن الأورا هنا فوق بالأعلى تقدر تركبها عليها عشان ما تسبب لك مشاكل في الحجم الموجود بالأعلى تمام. انتهينا الآن من الجزء الأول، والله طولنا كثير، أخذنا ربع ساعة بس في الأورا، فلا تلوموني لو قسمت الدرس تمام. طيب الشيء الثاني اللي هو قلنا القسم الأول الموجود بالأعلى هنا اللي هو قلنا إيش، الدفاعات وقوة تحمل الشخصية، فراح ننتقل للقسم هذا اللي هو علامته زي علامة المثلث شايفها، هذا القسم هو أهم قسم الآن اللي يفيدنا في القسم الأعلى. قلنا عندنا الأرمر، إذا كان نبغى نسوي شخصيتنا تتحمل الهجوم بشكل أكبر راح نركب لها مودات الأرمر، هذا واحد، هذا المود الأول، هذا فيه ميزتين، إنه يرفع لي السبرينت سبيد اللي هو سرعة الحركة ويرفع لي الارمر، فبالتالي لو ركبته راح تلقى عندي ميزتين صارت فيها زيادة، واضح؟ لكن بعض الناس يقول انا ما احتاج السرعة يهمني الدفاع اكثر، فبالتالي انا راح انصحك بالمود المشهور عند المبتدئين اللي هو ستيل فايبر، وهذا مود مهم جدا، حاول انك تمكسه باسرع وقت. فشوف الحين كم صار عندي الارمر، فصار تحمل شخصيتي اقوى تمام. اللي بعده اللي هو قلنا الهيلث، راح نركب له هذا المود اللي هو الفيتاليتي تمام، لما ركبه راح يرفع عندي نسبة الدم، فصارت بدل الدم عندي ما يكون 300 صار 740 زي ما انتم شايفين تمام. برضو اذا كانت تبغى تركب الشيلد راح يكون عندك هذا المود، انا انصحك بهذا المود راح يرفع لك نسبة الشيلد. طبعا تقدر تركب الثلاث المودات كلها في الشخصية يعني عادي، مثلا تركب هذا المود تركب هذا المود، كل المودات عادي يعني مو شرط تختار واحد، بس انا اقول لك عشان تفهم ان هذه المودات مهمة جدا. طيب بعض المودات تعطيك ميزتين، عندك المود هذا يعطيك الشيلد ويعطيك الهيلث تمام، فبالتالي تقدر تركب وترفع ميزتين زي الحركه اللي قبل شويه حقت الارمر والسبيد، فشوف الحين رفعنا ميزتين عندي في الشخصيه، فانت
اختار طريقة البيلد الخاص فيك، بعدين انت لما تلعب في الشخصية تعرف هل انت تموت بسرعة او انك ما تموت بسرعة. طيب بكده شرحنا القسم الاول. طبعا في مودات خاصة بالسرعة اللي يبغى يعرفها برضو، اللي هو عندك المود هذا يعطيك سبرينت سبيد، سرعة حركة، تمام، يرفع لك سرعة الحركة الخاصة فيك. وعندنا المود اللي قبل شوية تكلمنا عليه اللي هو هذا، يرفع سرعة الحركة اذا كان تبغاه، تمام، فبالتالي تزيد سرعة لعبك، يصير لعبك سريع اكثر. برضو في اورا خاصة بالسرعة، في اورا برضو خاصة بالسرعة اللي هي هذه، تقدر تركبها هنا يصير لعبك اسرع واسرع، فهمت؟ هذه اذا كانت تحب تجري بسرعة، تمام، او تبغى تسوي شخصية سريعة. اخر شغلة فوق ما شرحناها اللي هي الانرجي، تلقاها في المود اللي اسمه فلو. هذا المود، شايف هذا المود، تركبه راح يرفع عندك الخط الابيض الخاص بالانرجي. لاحظ الحين انه صار عندي 300، واذا جاء التاجر اللي يجي كل اسبوعين تقدر تشتري منه المود هذا اللي اسمه برايمد فلو وتركبه، يصير عندك الانرجي بنسبة اكبر. طبعا ما تقدر تركب الاثنين سوا لانها تحمل نفس الاسم، واضح؟ فانت لازم تعرف الشيء هذا. هذا يا اخوان بالنسبة للقسم الاول. خلونا نتأكد بس من الوقت حق الفيديو عشان اشوف اقدر اكمل او لا. طيب نكمل، معناته انه نقدر نكمل ان شاء الله الجزء الثاني ونقفل الشخصية اليوم. طيب عندنا هنا القسم الثاني يا اخوان من الشخصية، فيها ثلاث اشياء او اربع اشياء، ركز معايا لان هذه هي اهم حاجة في بيلد الشخصية. اذا ما فهمت هذه ما راح تعرف تضبط شخصيتك، تمام. خلونا نبدا فيها بالتدريج، وابغاك تاخذ ورقه وقلم تسجلها اذا انك ما تعرف شيء، تمام. عندنا القسم الاول اللي هو الدريشن. الدريشن هذا وقت المهاره. بعض المهارات تاخذ منك وقت، يعني مثلا زي الاختفاء تختفي مثلا يكون مثلا 10 ثواني، لما ترفع عندك الدريشن يصير مثلا 15 ثانيه، ترفعه اكثر يصير مثلا 20، وكل ما ترفع الدريشن اكثر كل ما يزيد عندك فتره الاختفاء. هذه واحدة من المزايا. مثلا عندك ميزة ثانية زي حركة راينو، اللي شاف شرح راينو، أنا علقت الإنمي برجولي، يعني يوم جيت أرفس في الأرض كده ورفعت الإنمي طار وتعلق. إذا رفعت الدريشن راح يتعلق فترة أطول، إذا قللت راح ينزل بسرعة، يطيح في الأرض بسرعة. فهذا الدريشن اللي هو اسمه وقت المهارة، سجله عندك عشان تعرفه، وقت المهارة اللي هو الدريشن. الإفشنسي اللي هو استهلاك المهارة، الاستهلاك، يعني اذا كان عندك هذا الافشنسي عالي مره ما يخلص عندك الانرجي هنا فوق اللي هو الخط الابيض هذا، شايفه الانرجي. فبالتالي اذا رفعت الافشنسي انت توفر في الخط الابيض، تقدر تستخدم المهاره اكثر من مره. لكن اذا كان عندك الافشنسي قليل الخط هذا ممكن يخلص عندك بسرعه، ما تقدر تستفيد منه كثير، لازم تعرف الشيء هذا. بعد كده يقول لك الرينج اللي هي مسافه التاثير للمهاره، يعني عندك مهاره تبغى تشغلها وفي انمي بعيد عنك ممكن انه يتاثر منها، لكن اذا كان عندك الرينج قليل ما تقدر تاثر الا على الانمي اللي حولك وقريبين منك فقط، فهمت؟ لكن اذا كان رفعت الرينج مره اي انمي حتى لو كان بعيد عنك تقدر تقتله وتاثر عليه بالمهاره الخاصه فيك. السترينث هذا له ثلاث استخدامات، سجلها الان، له ثلاث استخدامات. الاستخدام الأول إنك تقوي مهاراتك إذا كانت مهارتك قاتلة، يعني تستخدمها في القتال، هذا الاستخدام الأول. الاستخدام الثاني إنك تقوي مهارتك إذا كانت مهارتك مدافعة للفريق أو لك، يعني تسوي لك دفاع خاص فيك أو خاص بالفريق. الاستخدام الثالث إنك تدعم فيها الفريق وبحيث إنك تعطيهم قوة باور عالية بحيث إنهم يصيروا أقوى في الدمج على الإنمي. فبالتالي هذه لها ثلاث استخدامات وتختلف من شخصية إلى أخرى، تمام؟ وتختلف من شخصية إلى أخرى، فأنت لازم تعرف أن هذه لها ثلاث طرق للاستخدامات. طيب نبدأ الآن بتفصيل أكثر وتدقيق أكثر، ركزوا معي. راح نبدأ الآن بالديريشن، تمام؟ نبدأ الآن بالديريشن. الآن أبغاك تضغط Option وروح على Abilities اللي هو إيش؟ المهارات اللي تستخدمها. اللي أبغاك تفهمه الحين عندنا المهارات نقراها بالترتيب، هذه مهارة الإكس، هذه مهارة المربع، هذه مهارة الدائرة، هذه المثلث. نعيد مرة ثانية، X مربع دائرة مثلث، تمام؟ افهمها بهذا الترتيب دائما. فلما أقول لك مهارة X تعرف أني أتكلم عن المهارة الأولى، مربع الثانية الدائرة مثلث. طيب نبدأ الآن بالX. الX يا أخوان عندنا فيها ميزتين هنا باليمين، لاحظ معايا. الميزة الأولى اللي هي إيش؟ الرينج، لاحظ أن المسافة الخاصة فيها 12 متر، تمام. وعندنا الميزه الثانيه اللي هي الدمج، تمام، تعطي دمج 250
من قوة الدمج الخاص فيها. واضح؟ طيب المهارة هذه لاحظ أن عندي هنا في اليسار مكتوب عليها رانك 3، شايفه؟ يعني هذه الآن ماكس. إذا كان لفلك صغير تلقاها ممكن رانك 1 أو رانك 2، لكن إذا كان شخصية ماكس راح تلقاها رانك 3، أو أنك اجتزت مثلا لفل 20 فممكن هذه تصير عندك رانك 3. فأنت تأكد الآن من مهاراتك كم مستواها، هل هي كلها رانك 3 أو لا. إذا كانت ما هي رانك 3 أعرف أنك لازم تمكس شخصيتك تصير لفل 30 أو رانك 30 عشان تصير عندك كل المهارات ماكس وتستخدمها بالقوة العالية الخاصة فيها. فعندنا الآن مهارتين، رينج ودمج. الدمج اللي هو سترينث، اللي قلنا له ثلاث مزايا، اللي هو قوة قتالك وقوة القوة اللي تعطيها فريقك والقوة اللي تدافع فيها عن فريقك، تمام؟ فهو الآن هذا راح يستخدم السترينث، وعندك هنا الرينج. فخلونا نرفعها الحين، احفظ الأرقام اللي هنا في اليمين، 12 متر و250. فأنا راح أركب الآن رينج وراح أركب سترينث. نبدأ الآن ونشوف. راح أبحث الحين عن مودات الرينج. لاحظ الآن هذه هي كل المودات الخاصة بالرينج. اللي أبغاك تفهمه إنه بعض المودات تنقص الرينج وبعض المودات تزود الرينج، يعني مو كل المودات هذه خلاص يعني تفيد عندي في الرينج. فأنت افهم الشيء اللي تحتاجه. عندنا مثلا خلينا نختار هذه المود مثلا، يزود لي الرينج بنسبة 45%، تمام؟ عندي المود الثاني هذا مثلا يزود لي الرينج بنسبة 30%، تمام؟ وغيرها من المودات. بعض المودات تنقص عندك الرينج زي هذا المود، لاحظ ان هذا ينقص عندك الرينج، تمام؟ فانت لما تبغى تنقص تدور على مودات اللي تنقص لك الرينج، لما تبغى ترفع الرينج تدور على المودات اللي تبغى ترفع فيها الرينج، فاختار المود المناسب لك. طيب راح ارفع الان الرينج بهذا المود. والمهارة الثانية عندنا اللي هي حقة الدمج، قلنا نبغى نرفع فيها السترينث، فبالتالي انا راح ابحث عن سترينث. طيب هذه مودات السترينث، طبعا انا ابحث هنا يا شباب اللي مو عارف كيف ابحث، انا اكتب هنا الكلمة وابحث عن الكلمه اللي احتاجها، يعني مثلا ابغى ابحث عن دريشن اكتب هنا دريشن، ابغى ابحث عن رينج اكتب هنا رينج، فتطلع لي مودات اللي احتاجها عشان بس انت ما تتعب يعني في البحث وتدور على المودات او انك ما تعرفها. فالحين عندنا طبعا انا اختصرت بدايه كلمه سترينث عشان كده طلعت لي مودات ثانيه، لكن اللي يهمنا الان دور على كلمه اللي هي ability strength، تمام؟ فلاحظ الحين عندي هنا يزود لي 10، هذا المود إذا كان ماكس يزود لي 15. طبعا أشهر المودات وأقواها اللي هو مثلا المود اللي اسمه بليند ريج، أقوله مو عندي، إيش هذا؟ أيوه هذا المود، تمام؟ فهذا يعطيني نسبة 99%. فالحين خلينا نركب هذا المود مثلا، بس إنه في عيب ينقص لي الإفشنسي، لا خلينا منه، خلينا نركب مود يعطينا بس الميزة اللي نحتاجها. أيوه هذا يرفع لي السترينج. فلما ركبه الحين صارت عندي السترينث بدل 100 صارت 130، لأن هنا مزود 30%، تمام؟ فخلونا نشوف الحين المهارة إيش صار عليها. لاحظ الآن إنها زادت عندي هنا صارت 17 متر، وكانت في الأول اللي هي 12 متر، لأن ركبت المود الخاص بالرينج، وهنا زودت اللي هو الباور الخاص بالدمج، فبالتالي صار عندي بدل ما كان 250 شوف الحين صار 325، فهذا شيء ممتاز، تمام؟ فهذه الطريقة الأولى إذا كنت تبغى تعرف كيف تطور مهاراتك. فعندك هنا مثلا المود اللي بعده إيش يحتاج؟ يحتاج مسافة اللي هي خاصة زي ما أنتم شايفين بالرينج برضو 36 متر، وعندي هنا الدريشن، الدريشن اللي هو وقت المهارة. طيب المهارة هذه وش هي؟ المهارة هذه اللي يرفع يده ويسوي زي الانفجار يخلي الإنمي يدوخ، فبالتالي الآن الإنمي يدوخ قدامي 15 ثانية. إذا كان أبغاها أكثر راح أرفع مود الدريشن وأركب مود خاص بالدريشن. فخلينا نركب الحين مود للدريشن ونشوف. لاحظوا الآن عندي مودات كثيرة للدريشن زي ما أنتم شايفين، تمام؟ بعض المودات تنقص الدريشن، بعض المودات ترفع الدريشن، أنت لازم تعرف شيء هذا. فهذا مثلا عندي ينقص، فإذا كان احتاج بيلد ينقص عندي هذا الدريشن فراح استخدم المودات اللي تنقص، وإذا كان برفع راح استخدم المودات اللي ارفع. طبعا الأشهر والأفضل في البداية للمبتدئين هذا المود، ابحث عنه حاول انك تجيبه بسرعة، تمام؟ والمود هذا
هذا تلقاه في الأورا. طبعا هذه هي تقريبا الأسهل للمبتدئين، وعندك هذا المود تقدر تحصل عليه في العالم المفتوح تمام، وعندك المود اللي شوية صعوبة في الحصول عليه اللي هو هذا النارو مايندد، هذا تلقاه في مهمات تلقاه مشروح في الشرح اللي اسمه كيفية الحصول على البلاتينيوم الخاص بالمبتدئين، تلقى هذا الشرح موجود فيه، لكن انا ما ركبته لانه فيه عيبين، لانه فيه عيب ينقص لي الرينج بدل ما يرفع الدريشن لحاله، لا ينقص عندي الرينج، وانا احتاج الرينج في البيلد اللي انا استخدمته تمام، فبالتالي ما راح استخدمه الان، لكن اذا كان انت ما تحتاج الرينج استخدم هذا المود. فالحين ركبنا ثلاث مودات زي ما انتم شايفين للدريشن، فخلينا نشوف الحين كم صار الوقت. شوف الحين كم صار الوقت، 27 ثانية، كانت 15 ثانية يقولوا دايخين قدامي، الحين صاروا 27 ثانية، واضح يا شباب. طبعا هذا هو الطريقة الخاصة بتركيب المودات، فأنت لما تخش على أي مهارة اقرأ مواصفات المهارة، هل هي الإكس مثلا تحتاج كذا، الدائرة تحتاج كذا، طبق المهارة شغلها وشوف أنت إيش اللي تحتاجه في هذه المهارة، فبالتالي راح تعرف المواصفات الموجودة في الأبيليتي وبعد كده تبني عليها الميزه اللي انت تحتاجها. طبعا احنا الان شرحنا الدريشن، شرحنا الرينج، وشرحنا السترينث، وشرحنا اللي فوق، باقي ميزه واحده اللي هي الافيشنسي. الافيشنسي هذه ركز فيها وافهمها مظبوط، اذا ضبطت الافيشنسي شخصيتك بتريحك في القتال، لكن اذا اهملت الافيشنسي اعرف انك راح تتورط كثير في القتال تمام. فخلونا الحين نركز ونشوف ايش فائده الافيشنسي وليش خليناه اخر شيء. الحين الافيشنسي عندي هنا مثلا ياخذ مثلا زي ما انتم شايفين، لاحظوا اللون الازرق، هذا اللون الازرق شايفه، ياخذ عندي المهاره هذه اذا شغلتها ينقص عندي من الخط الابيض ينقص عندي 25 نقطه، هذه المهاره تنقص عندي 50 نقطه، هذه 75 نقطه، هذه 25 نقطه، فهمتوا؟ اذا رفعت عندي الافيشنسي راح تقل استهلاكي من الخط الابيض. طبعا اكثر مهاره عندنا تستهلك اللي هي هذه، كم تاخذ؟ تاخذ 75 اللي هي الثالثه اللي هي مهاره الدائره تمام. فخلونا نشوف الحين نبغى ننقص عشان نوفر عندي في الخط الابيض، فراح اركب مود يرفع عندي الافيشنسي. خلونا نشوف. طبعا افضل مود هي مودين، يعني اللي يقول ايش هي المودات، هي مودين ما في غيرها ثالث، انا ما اذكر في غيرها ثالث نهائيا. المود الاول اللي هو هذا ستريم لاين تمام، ابركبه الان. والمود الثاني اسمه فليتنج اكسبرتيز اللي هو هذا المود تمام، بس هذا في عيب انه ينقص الدريشن، فاذا كان انت ما تحتاج الدريشن ركب هذا المود، اما اذا تحتاج الدريشن في شخصيتك لا تركب هذا المود، اكتفي بالستريم لاين تمام. فالحين خلينا نشوف كم صار الاستهلاك، لاحظ الحين صار 53 فقط، يعني اول كان 57 صار 5 كان 75 تمام، الحين صار 53، فبالتالي وفرنا عدد كبير من الخط الابيض. طيب بعضكم الان يسالني يقول لو ركبت الاثنين سوا كم راح يكون؟ الحين اوريك، خلينا نركب الاثنين سوا مثلا هنا، شوف كم صار عندي الافيشنسي 175، فخلينا نشوف الحين كم صار المهاره عندي كم تستهلك، صارت تستهلك 19 وهي كانت تستهلك 75 من الخط الابيض. فهذه يا اخوان ميزه المودات، ولما انك ما تعرف ايش ميزة المود تعال هنا اقرا المواصفات راح تفهم كيف تركب المودات الخاصة بشخصيتك، واضح يا شباب؟ فهي الشغلة ما هي صعبة نهائيا، لكن يبغى لها شوية تفكير ويبغى لها شوية ممارسة، فانت لازم تتعلم كيف تظبط بلدك، وتدريجيا راح تعرف كيف تنسقه ان شاء الله بالطريقة الصحيحة. اخر معلومة عشان اختم فيها هذا الدرس، الكثير من الناس يغلطوا فيها، فركز معايا وافهمها مظبوط. انا راح اطلع وارجع من جديد عشان تشوف كل شيء واضح امامك. الحين انا مركب المودين الخاصه بالافيشنسي تمام، وعندي هنا الافيشنسي 175، ولاحظ ان المود هذا ماكس وهذا المود ماكس تمام. طيب انا راح انقص واحد من المودات هذه، ما بركبه ماكس، وابغاك تفهم لان هذه المعلومه ما تصير الا على الافيشنسي تقريبا، يعني اذا كان في احد عنده معلومه ثانيه يضيفها لي، لان انا ما ظهرت معي الا على الافيشنسي. فالحين عندي هذا المود ما هو ماكس، شايفينه ناقصه مستوى واحد، فراح اركبه وراقب في اليسار، احنا قلنا هنا الافيشنسي 175 ركز. فالحين راح اجي هنا واضغط، لاحظ انه زي ما هو ما ناقص 175. طيب لو نقصت الثاني اللي هو فليتنج اكسبرتيز ناقص هنا تكه، راح اركبه، لاحظ انه هنا الان 175، فراح اركبه الحين، لاحظ انه زي ما هو 175
شايف؟ فبالتالي النتيجة اللي استنتجناها إنه حتى إذا كان المود هذا ما هو ماكس وهذا المود ما هو ماكس، الحد الأقصى للإفشنسي دائماً 175. فعندي الآن أنا هنا وفرت خانتين، فهمتوا؟ خانة هنا وخانة هنا، استفدت منها بالأعلى فوق. فأنت دائماً إذا جيت تنسق البلد الخاص فيك وتحتاج تركب كل المودين الخاصة بالإفشنسي، لا تخليها تكون زايدة عن 175 نهائياً. يعني إذا كان مجبور تركب الاثنين، ركب الاثنين هذه بهذا الشكل، مو شرط تكون ماكس. طبعاً يا أخوان أنا أدري أنه ممكن هذا الشرح ما أقنع الكثير، يحتاج معلومات أكثر، يبغى يضبط البلد كيف نقاتل بالشخصية. أنا أعطيتك البداية لأني لو طولت ممكن أخذ ساعتين في الشرح هذا الحالة، لكن أنت ركز وشوف هل هذا مثلا هذا دمج، هذا مثلا باور، هذا دفاع. أنت لازم تشغل المهارات، يعني لما تيجي تقرأ عن المهارة شغل المهارة الأولى، هذه مثلا الدائرة مثلا الإكس، شايفين كيف هذا الانزلاق اللي هو إيش المسافة حقة الرنج، عندك هذا اللي فيها الدريشن الوقت الخاص اللي يدوخ فيه الانمي، عندك اللي هو هذا، هذا اللي فيها الدمج زي ما قلنا، تمام، والمثلث اللي هي هذه المهارة الخاصة فيها، وراح تقاتل بالسيف هذا، طبعا هذا يحتاج سترينث، فهمتوا؟ فانت اذا كان تقاتل بالمهارة، ركز معي عشان تفهمها اكثر، اذا كان تقاتل بالمهارة فانت تحتاج سترينث، واذا كان مثلا تحمل فريق فانت برضو تحتاج سترينث، او انك اذا كان تحمي نفسك برضو تحتاج سترينث عشان ايش تسوي الدفاع الخاص فيك زي راينو زي فروست على سبيل المثال. اذا كان مثلا انك تدعم الفريق فانت برضو تحتاج سترينث زي راينو يوم يعطيهم الباور، زي راينو يوم يعطيهم الباور، فهمتوا؟ فهي الشغله ما راح تفهمها كذا، والله ما راح تفهمها. اللي ابغاك تفهمه انك لما تقرا خصائص الابيليتي اللي هنا راح تعرف ايش المودات اللي تحتاجها في البيلد الخاص بك، لكن لا تهمل الدفاعات الخاصه بشخصيتك اللي هي الدم والارمر والشلد، هذه لا تهملها نهائيا الا اذا كان عندك الرينج عالي جدا، واضح؟ يعني تقدر تستغني عن الدفاعات الخاصه بشخصيتك اذا كان عندك الرينج عالي جدا. ليش؟ لانك تقدر تقتل الانمي وتاثر عليه قبل يوصل عندك، واضح يا شباب؟ هذا اللي كان عندنا يا اخوان في هذا الفيديو. ادري ان المعلومات مختصره وسريعه، لكن الفيديو زي ما انتم شايفين طال معانا، وهذا هو اكبر اختصار اقدر اختصره لكم باذن الله عز وجل. في الجزء الثاني راح نتطرق ان شاء الله لمعلومات اخرى عن كيفيه صناعه البلد الخاص بالاسلحه. لا تنسوا يا اخوان دعم القناه من اشتراك ولايك، ولا تنسوا نشر الفيديوهات، وباذن الله نحن نحاول نقدم محتوى جيد في الفيديوهات القادمه. وملاحظه اخيره، اللي عنده اي معلومه يحب يضيفها اسفل الفيديو يا ليت يدعمني، واذا كان في اي نقص مهم انا نسيت اذكره يتطرق له اسفل الفيديو عشان ندعم جميع الناس المتابعين عندنا في القناه. بالتوفيق يا شباب.